إذا قيل من عنده علم وترك العمل به يعاب، أيعاب أيضاً من احتاج إلى العلم وتركه؟ فقل نعم، بل إن الله عز وجل شبههما بالحمار، فالذي عنده علم ولا يعمل به، قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. من ترك العلم مع حاجته إليه، ماذا قال عز وجل؟ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، القسورة الأسد أو الصياد.